صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من استدل على أنه لا يوجد أحد يصل إلى سجين وهي الأرض السابعة في الحياة الدنيا بقوله تعالى: لا تنفذون إلا بسلطان، فهل الاستدلال صحيح أم أنه خاص بيوم القيامة؟ من الأحياء لا أحد يصل إلى سجين، وأما من الأموات فأرواح الكافرين تذهب إلى سجين، والله على كل شيء قدير. نعم.